في حيلا إذا بدك حساسيات أو ضغوطات معينة، هي نوع من نفس كبير ونحن بحاجة لهالشيء، لهالحرية ولهالتعبير. يعني إذا بيروح هالشيء من العالم العربي ما بيبقى شيء. يعني يبقى كيف كيف أيام قرطاج السينمائية متنفس للمواطن التونسي، باش يخرج شوية من البوط هذية والانتخابات وجو هذية كلها، ويشوف أفلام عربية وإفريقية خاصة، ويكتشف الأعمال متاع التونسي.